أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء أسكنت من ذريتي بواد غير ذي
الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا وتقبل دعاءنا.
صدق الله العظيم.